هذيك هي من 300 دولار الفوق. هاد السنيضات اللي كتشوفوا هادو هما القيطه تاع القايشه. الثمن كتشوفوا هذه ب 399 دولار، تبدي 400 الف فرانك. هاد الصنداله اللي كتشوفوا الكحله هذه هي تا هي ب 400 الف فرانك. يعني بنادم كيقول لك بان شوفوا هذيك الخشبه اللي كتقولوا خشبه، راه مكتوب عليها 21000 ين، تبدي 200 دولار، مصابه من الخشب، كتبقى غادي وكتقرقب. بنادم خصو يعرف شنو هي الحضاره اليابانيه. كاين ناس كيسمعوا الجابون كيسحبوا هما الشينوا. بغيناكم ديروا فرق ما بين الجابون وما بين الشينوا، تبعوا غتعرفوا بزاف د الحوايج. ومرحبا دائما. المهم جهودنا حنا هي نعطيكم الحضاره اليابانيه شنو هي. ومرحبا بكم